السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبه وطالبات التعليم الفني الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربيه الصف الثالث ثانوي مرحبا بكم في احدى حلقات في بيتنا مدرسة من قناه التعليم الفني في التلفزيون المصري. يا رب احفظ مصر واهلها يا رب احفظ مصر واهلها. ابنائنا وبناتنا النهارده ان شاء الله في حلقتنا او حلقاتنا هنشتغل ماده الرسم الفني. رسمة الفني من المواد الثقيلة في الدراسة وأيضا في الحياة العملية ومن المواد اللي بتشتغل بيها أو بتكمل فيها دراستك إن شاء الله أو دراسة حضرتك في المعاهد والكليات المادة بتفضل معاك حتى بعد تخرجك من المعهد أو الكلية بتاعتك سواء هندسة أو تعليم صناعي أو تربية إلى مادة نهاية ماد المواد بتاعتك ثانيا لو اشتغلت في الحياه العمليه في المصانع او محطات الكهرباء او الشركات او قطاع الاعمال كلها مواد مرتبطه بسوق العمل نتيجه تطوير المناهج وارتباط المناهج باحتياجات سوق العمل. قبل كده درسنا في حلقاتنا السابقه ماده الالات الكهربيه والوقايه ووصلنا الى المحرك الاستنتاجي. طب نربط المادتين مع بعض زي ما اساتذتنا في وزاره التربيه والتعليم المواد المرتبطه مع بعض يا ريت الشرح بالتوازي منها ماده الرسم مع الالات الكهربيه مرتبطين ببعض ارتباطا كليا وجزئيا. ابنائنا وبناتنا في حلقه الرسم الحلقه اللي فاتت في قناتنا قناه التعليم الفني كنا وصلنا الى التوافق ما بين مولدين وجه واحد. طيب هنعمل فلاش باك كده في بعض الاسئله ما هو التوافق هو عمليه ادخال مولدين او اكثر معا على التوازي صح هي توصيل مولد مع الشبكه بالتساوي طب لو قلت لماذا يتم السؤال مرتبط في ماده الالات ماده الالات بنقول ما هو التوافق ولماذا يتم وما هي شروط التوافق واشرح طرق التوافق بنعمل تنشيط ده حضراتكم معانا بالنسبه للسؤال، التوافق قلنا عمليه ادخال موالدين مع بعض، طب ليه؟ السؤال اللي بعد كده علل يتم التوافق في بين المولدات، لماذا يتم توصيل موالدين او اكثر معا على التوازي؟ وافتكر في ماده الالات كنا جاوبنا هذا السؤال وابنانا وبناتنا كانوا معانا، كنا بنقول فيها ان خدنا المثال على مبنى ماسبيرو اللي حضراتكم بتتفرجوا على الحلقات منه. ايه هي؟ انا عندي المبنى مثلا على سبيل المثال في الصبح عايز مولدين يكفوه في الاضاءه الساعه 6 صباحا. طب الساعه 5 مساء في ذروه البرامج وذروه التشغيل عايز كهرباء زياده فبنرفع مولد او مولدين معا على التوازي مع الشبكه العموميه، ليه؟ السؤال بيقول هنا ليه؟ هنقول الحفاظ على ثبات الجهد عند المستهلك الحفاظ على اجهزه المستهلك من التلف الاجهزه بتاعت المبنى ذات نفسه او اجهزه البيت عند حضرتك لازم يكون الضغط بتاعها ثابت وفي نفس الوقت مناسب لقوه الجهد اللي على الجهاز رقم ثلاثة بيعمل عمليه حريه مناوره اخرج مولد ودخل مولد اخر وقت ما انا عايز او سواء للصيانه رقم اربعه برفع كفاءة تشغيل المحطة بتاعتي بدل ما كانت مولدين بقت أربعة بقت ستة بقت سبعة. تمام يبقى هنا لماذا يتم التوافق؟ شروط التوافق قلنا شروط التوافق إن لابد إن يكون المولدين مع بعض زي بعض بمعنى لابد إن يكونوا متساويين في كل حاجة بالتقريب. ومنها تساوي الجهود تساوي التردد تساوي أو تتابع الأوجه. هتقول تساوي في المولدات لابعد ما انت عايز. ما هي طرق التوافق؟ بدانا بطرق التوافق عندنا باللمبات المظلمه واللمبات المضيئه ثم محول التوافق ثم التوافق الاوتوماتيكي عن طريق جهاز التوافق وقلنا الشرح هذا كله في ماده الالات الكهربيه والوقايه. الحلقه اللي فاتت في ماده الرسم جبنا رسمه من التلفزيون عندنا هنا طلعها لنا وهي موجودة على شاشتنا دلوقتي اللي هي توافق بين محول مولدين وجه واحد فأبسط القواعد للتوافق موجودة الرسمة على الشاشة قدامنا إن بتقول إن هنا توافق ما بين مولدين بستخدم إيه؟ جهاز ملتميتر مع المولد شبكة ومولد المراد توصيله بستخدم جهاز أميتر مع مولد الشبكة ومولد المراد توصيله وبحاطط في النص هنا جهاز التوافق ألا وهو السنكريسكوب اللي هو نقولنا تركيبه قريب جدا من تركيب جهاز قياس معامل القدرة تعالوا نشوف نتذكر مع بعض آخر رسمة خدناها في قناتنا هنا قناة تعليم فني في مادة الآلات في مادة الرسم الكهربي الرسمة باينة قدام شاشتنا هنا بالظبط مبينة ان هنا في اميتر وادي فولتميتر الناحية الثانية اميتر وفولتميتر وهنا في النص ما بينهم الاثنين جهاز سنكريسكوب قلنا تساوي الجهود يبقى لازم الجهد اللي هنا قد الجهد اللي هنا متساوي مع جهد الشبكه الطيار اللي هنا مناسب للتيار اللي هنا برده مع جهاز التوافق مناسب للشبكه اللي بيقارن ما بين الاثنين ده كله جهاز سنكريسكوب اللي موجود قدام حضراتكم وهنا بالنسبه لي الفاست وسلو سلو يعني السرعه بطيئه والفاست يعني السرعه عاليه بشوف المؤشر بيلف حوالين مين وابتدي اقول ان الجهاز او مولد الشبكة او المولد المراد توصيله في سرعة اكبر او سرعة اقل طبعا الرسمة هنا دي كانت اخر حاجة خدناها في حلقات الرسم السابقة تعالوا نشوف مع بعض النهاردة هنعمل توافق باستخدام اللمبات المظلمة واللمبات المضيئة بدايتنا هنشوف رسمتنا هنا بالشكل ده الرسمة بتقول ان بالنسبة لي التوافق باستخدام جهاز الطا باللمبات المظلمة هنا او اللمبات المضيعة اللمبات اللي قدام مني هنا حاطط ست لمبات لا هم ممكن يكونوا ثلاثة بس لاحظ حاجة ان في عندي اربع لمبات متوصلين توازي ولمبتين توالي طب ده يذكرنا بحاجة يا مستر اه يذكرنا ان التوافق لحظيا لما وصل مع الشبكه وهم الثلاثة الباور سبلاي قدامي هنا مع المصيرات مع جهاز الفولتاميتر طيب المولد المراد توصيله هنا مع جهاز فولتاميتر واديك شايفينه هنا وادي المولد واخد من الاول لو مشيت مع الجهاز على الثاني طب وهنا من الثاني راجع على الاول والثالث مع الثالث في الاخر خالص اللي هم التوالي طب انا لو قلتها بطريقه بسيطه عشان ما نتعبش بقول لك لمبتين توازي وواحده توالي اللمبتين التوازي هياخدوا فرق الجهد ما بين المولدين يبقى اللمبات دي هتنور اما اللمبه التوالي ففي لحظه التوافق اللمبه هتطفي معنى ذلك ان انا لما اجي اعمل توافق للسنكريوس بتاعك ببتدي اوصل المولد واشوف الجهود وابص هنا على الجهازات الاجهزه اللي عندي وبص بالنسبه لي اللمبات عندي لمبتين التوازي هيكونوا منورين كاملين وفي نفس اللحظه اللمبه التوالي بتطفي الكلام ده معناه ان عايز دقه العامل ونظره وسرعه الاستجابه لأول ما نلاقي التتابع بتاعي لمبتين بينوروا ولمبه بتطفي يبقى انا برفع المولد مع الشبكه والشبكه القدره بتاعتها بتاعنا نلاحظ هنا وقلناها في ماده الالات ولذلك بنعمل ارتباط ما بين المادتين ان بنقول التوافق لحظي من عيوبها طبعا تعتمد على دقة ونظر العامل ثانيا لو لمبة تالفة فعلا اتهيال انها مطفية واعمل توافق المولد يفصل من الشبكة دي ابسط صورة بالنسبة للتوافق الثلاثي الاوجه باستخدام اللمبات المضيئة طب اللمبات المظلمة هوصل التلاتة توالي عندي المولدين التلاتة توالي اللمب هوصل الت... الاول بالاول والتاني بالتاني والتالت بالتالت لحظة التوافق لحظة التوافق هي اظلام التلات لمبات مرة واحدة في لحظة واحدة ساعتها او لحظتها برفع المولد او بوصل السكينة بتاع المولد على الشبكة يخش مع الشبكة او يدخل مع الشبكة يبتدي يشيل الحمل الرسمة قدام مني على الشاشه بالنسبه لي اللمبات المظلمه دي رسمه كبيره قوي يا مستر هنسهل على حضراتكم ان انا ممكن اعمل توافق مع الشبكه مباشره يعني ممكن اشيل الجزئيه دي خالص ايه الرسمه اللي قدام مني عباره عن ايه طبعا الدائره الخطيه في هنا فيوزات بالنسبه لي والى الشبكه والى ترانس ادي مولد الشبكه او مولد الشبكه اللي على الشمال لانه متوصل وادي المولد المراد توصيله على اليمين لاحظتها منين يا مستر اقول لحضرتك هنا السكينه دي متوصله معنى ذلك ان المولد يعطي الجهد للشبكه مباشره وهنا المولد غير موصل معنى ذلك ان انا بعمل له عمليه توافق دي ملفات العضو الثابت وادي ملفات الاقطاب التي تغذى بتيار مستمر وهنا المصيرات ومحولات الجهد وهنا برضه ايضا المصيرات ومحولات الجهد انا عايزك تكون تقيل قوي في الفهم راجل لما يخرج للسوق يبقى فاهم يعني ايه متوصل ده نجمه وده نجمه وفي نفس الوقت يسهل على نفسه الكلام ده طب انا لو رسمتها بطريقه بسيطه جدا وهرسمها مره توالي ومره توازي لو انا عملتها على الورق بالنسبه لي ادي الثلاث خطوط بتوعي وهاخد منهم المصيرات وادي الثلاثة المصيرات بتوعي وبعدين رحت عامل ملفات الجهد طبعا الرسم بالنسبه لي بيكون بمقاسات لكن احنا بنحاول نفهم او نشرح لابنائنا التوصيل يهم ازاي بسهوله انا عملت التلات اطراف بتوعي بالشكل ده من مولد الاولاني هاجي على المولد الثاني برضه هاخد الثلاث خطوط بتوعي بالشكل ده. طبعا في انت بحضرتك باستخدام الادوات هيبقوا الاثنين قصاد بعض بالظبط ويا ريت يكونوا على استقامه واحده. بمعنى ان احنا بنعمل توافق كمان ودي فنيا لابنانا وبناتنا طلب قسم الكهرباء ان يكون التوافق كمان في الرسم الاثنين يكونوا مقاس واحد وبطريقه واحده. لو انا عملت كده ادي محول الجهد. كل اللي عليك رسمة اللي على الشاشة اللي اتنين فوق بعض طب ما تيجي هنا ناخد الاولاني وادي التاني وادي التالت بشوف هنا بالنسبة لي ادي السكينة بتاعتي وهعمل الكلام ده برضو الناحية التانية طب انت بتعمل ليه كده هقول لحضرتك دلوقتي ان انا ممكن اعمل اللمبات المضيئة والمظلمة على رسمة واحدة ادي الاولاني وأدي التاني وأدي التالت، هاخد برضو التلاتة جنب بعض هنا، ده الأولاني وأدي التاني وأدي التالت. بصوا كده يا ابنانا وبناتنا لو أنا عملت الشكل اللي قدام مني وهعمله باللون الأحمر، الأول من هنا باللمبة دي مع الأول من هنا، التاني من هنا باللمبة مع التاني من هنا، التالت من هنا باللمبة مع الثالث من هنا كده بقت ايه الرسمه توالي الرسمه توالي الاول مع الاول والثاني مع الثاني والتالت مع التالت بدل ما احط الثلاث قطبان والثلاث قطبان فوق بعض هيبقى عندك ست اطراف فوق بعض ممكن تلخبطك في الامتحان هي نفس الطريقه ده في كمان حاجه جميله جدا ان نعملها على نفس الرسمه ان انا اخليها لك توازي يبقى انت بدل ما ترسم رسمتين وثلاثة هي رسمه واحده ممكن تفهم منها التوالي والتوازي. تعالوا نبص عليها تاني التوالي عملنا فيها ايه؟ لان انا كل اللي هعمله ان انا هشيل جزئيه صغيره جدا وهي نفس الرسمه. يبقى مره توالي ومره توازي على نفس الرسمه. تعالوا نبص مع بعض كده الاول مع الاول والتاني مع الثاني والتالت مع التالت. طب انا لو رحت عامل دي كده، ركزوا معايا كده دي توالي. دي توالي. هوصل دي فوق وهوصل دي تحت هشطب دي بص كده هشطب دي هتلاقي الاول مع الثاني والثاني مع الاول والتالت لوحده خالص توالي يبقى اتنين توازي وواحده ايه توالي ايه ده دي بقت مستر ايه مضيئه اقول لك صح رسمت كده او رسمت كده الاثنين صح لكن احنا في الكهرباء بنحاول نسهل على نفسنا الامور لان الرسم بياخد وقت اذا ما كنتش متدرب كويس وزملائنا الافاضل في المدارس كلها شغالين بهذا الموضوع ان هم بيحاولوا يحسنوا المهاره المهاره بتاعت حضرتك وبتاعت حضرتك ان انت ترسم بسرعه جدا في اقل وقت مع الدقه مع الدقه انا بدل ما ارسم الرسمه كامله بختصر منها مولد الشبكه واعمل توافق مع الشبكه مباشره، صح؟ رسمت زي الرسمه اللي موجوده على شاشتنا، صح؟ رسمت زي الرسمه اللي موجوده عندنا هنا في التلفزيون، صح؟ التلاته الهدف بتاعهم حضرتك انت الكنز بتاعنا اللي احنا بنحاول نديله كل حاجه عشان يبقى اغلى حاجه في الدنيا الطالب بتاعنا. طب كده اللمبات المظلمه واللمبات المضيئه فاضل واحده انا وهي جهاز التوافق برافو عليكم جهاز التوافق تعالوا نشوف شاشتنا الجميله هتطلعها لنا ازاي الدائره الخطيه طلعت لنا الشاشه على طول بالنسبه لنا اللي هي استخدام بقى بص هنا عمل ايه عمل توافق من المولد مع الشبكه توافق من المولد مع مين مع الشبكه تلاحظ هنا ان هو خد من الشبكه ومع اتنين جهاز قياس تردد اتنين جهاز فولتميتر اتنين جهاز او جهاز واحد للسنكريسكوب هنا دي بالنسبة لي الحماية الحرارية ثم القاطع الاوتوماتيك محول الجهد ومحول جهد اخر هنا المولد الرئيسي الجنريتور 3 باز جنريتور ثلاث اوجه متوصل ملفات العضو الثابت له دلتا نفذ بص التنفيذي بتاعنا هنا. التنفيذي بتاعنا هنا واخد كم طرف من المولد طرفين مع محول الجهد طبعا الاجزاء اللي فوق ديت انا المفروض ان حضراتكم بقيتوا اشطر مني في فيها اللي هي الحمايه الحراريه وتوصيل اجهزه القياس رسمناها هنا وبالالوان وعملناها طيب انا خدت طرفين منين من, من المولد قصاد منهم خط طرفين منين؟ من الشبكة. إذا أنت عملت توافق ما بين مولد والشبكة. ودي الرسمة اللي إحنا قلناها في الرسمة اللي رسمناها لكم إن إحنا بنسهل على بعض في الكلام بتاعنا. يعني معنى ذلك إن أنا ممكن آخد طرفين فقط من المولد وطرفين من مولد الشبكة وأعملها. طب يا مستر الرسمة يعني كبيرة شوية. طب ما تسهلها على نفسك، أنت راجل بقيت محترف. انت في سنه ثالثه بعد كده هتعمل ديزاينر لدواير تعمل تصميم سهله على نفسك طب نسهلها مع بعض نسهلها مع بعض انا اخد طرفين من مولد الشبكه وطرفين منين من المولد المراد توصيله ما تيجي نرسمها يا مستر عشان لو انا بصيت لها على الشاشه كده ممكن تاخد مني وقت هو في الامتحان هيجيب لك التوافق صح ممكن ما يجيب لكش هنا اجهزه القياس اجهزه القياس يجيبها لك في دايره ثانيه الحمايه الحراريه ممكن يجيبها لك في دايره ثانيه هو هنا سؤال التوافق بيركز على الجزئيه دي الجزئيه دي طب ما تيجي نرسمها مع بعض تعالوا مع بعض كده لو انا خط انا عندي الثلاث خطوط بتوعي بتوع الشبكه هاخد منهم طرفين فقط اللي هم المصر مع محول الجهد وهنعملها قصاد حضراتكم بالظبط وادي الملف الابتدائي وادي الملف الايه الثانوي خط الطرفين بالظبط اهم طيب الشبكه جايلي منها كم طرف الشبكه من فوق برضو طرفين بس لاحظ ان الطرفين هنا هم هم الطرفين هنا ودي مهمه جدا انت هتاخد هنا مصرات تمام ومعاهم محول الجهد وجه واحد تمام خدت كام طرف؟ طرفين، طب ما هما الطرفين دول اهم. وادي الطرفين اللي طالعين من المولد بالشكل ده اهم. الطرف الاولاني مع الطرف الاولاني اهو. تعالى حط هنا ده تعمل فرق ما بينها. حط جهازين فولتميتر. حط جهازين جهاز قدره التردد وادي السنكريسكوب ركزوا بقى معايا كده بص بقى الرسمه سهله بالنسبه لك ازاي انت اول طرف من السنكرسكوب على طرف اللي جاي من الشبكه الطرف اللي زيه جاي من الشبكه اهو الطرف الثاني اللي جاي من الشبكه اهو على جهاز التوافق مع المولد الطرف اللي جاي من المولد بص هتبقى سهله ازاي بعد كده طرف فولتميتر مع طرف فولتميتر طرف فولتميتر توازي مع طرف فولتميتر توازي هتعمل طرف جهاز قياس تردد مع طرف جهاز قياس تردد طرف جهاز قياس تردد تاني مع طرف جهاز قياس تردد تاني مش هتعرف تغلط صح مش هتعرف تغلط خدت بالك من الرسمه طرفين من المولد مع مصيراتنا مع محاول الجهد طرفين من الشبكه مصيراتنا عم حاولوا جهد والطرفين دول هم الطرفين دول طبعا اقارنهم على الباور سبلاي من فوق المنبع بتاعي يبقى هنا بالنسبه لك واحد من يمين مع واحد من الشمال نقولها بالبلدي خالص اهو فولتميتر مع فولتميتر فولتاميتر مع فولتميتر جهاز قياس التردد مع جهاز قياس التردد في الاخر هم متفقين على مين على جهاز التوافق السنكريسكوب بصوا للرسمه كده كويس طيب هننتقل من مع بعض كده على الشاشه ونشوف الرسمه هي هيها ولا لا تعالوا بصوا لشاشتنا هنا مع بعض ازاي هتلاحظ هنا في الرسمه بالنسبه لك بص بقى هنا كام بالطرف الاربعه هنا هم. طرفين رايحين على مين ايوه صح ده راجعين فعلا على الشبكه والطرفين التانيين طالعين على مين راجعين على مين على المولد ما لاحظتش حاجه كده اهو تاني بص شاشتنا على طول زملائنا عملوا ازاي؟ ادي آه الطرفين اهم بتوع الشبكه. وادي الطرفين التانيين جايين منين؟ من المولد المراد توصيله وحاطط هنا الاجهزه فلازم تاخد الاول من هنا مع الاول من هنا مع الاول من هنا مع الاول من هنا. هتلاقيهم مترتبين فوق بعض فممكن قوي يعني تختلف في النظر. انا كل اللي عملناه هنا في للتسهيل على ابنائنا في الشرح فصلنا لك القضبان اللي فوق بعض خليناها جنب بعض. وحطينا الاجهزه فين؟ في النص. لو انت بصيت هنا على الداتا بتاعتنا هتلاقيهم عاملين كده. وفي النص الاجهزه اتنين فولتاميتر اتنين جهاز قياس تردد وفوق منهم جهاز السنكريسكوب اللي هو جهاز التوافق. اصبحت كده طرف من يمين طرف شمال، طرف يمين طرف شمال. الاثنين قصاد بعض. عايز تعملها زي ما الشاشه مطلعها لنا صح. عايز تعملها زي ما رسمناها على الداتا صح. قارن ما بين الرسمه ديت والاسهل ابنائنا وبناتنا مع ناخد بالنا من المأساة والخطوط والتظليل. قارن ما بين دي كده قدام منك على الشاشه وقارن دي. الاسهل بالنسبه لك هو التوافق باستخدام جهاز السنكلسكوب. الاثنين واحد. احنا يعني كل دورنا سواء في قناتنا قناة التعليم الفني أو مع زملائنا في المدارس الأفاضل إن احنا بنسهل المعلومة أنت هتبتكر بعد كده يا رب إن شاء الله دايما إن أبنائنا دايما مبتكرين إنك تعمل حاجة تانية في بعد كده في مادة الآلات اللي هو التوافق الأوتوماتيكي ده بيتعمل عن طريق السيرستور والترانزستور ده بيبقى أسرع فيه وفي كمان وحدة اللي موجودة في العمل ودي في موجوده في المصانع الكبيره اللي هي وحده اليو تي اس. وعلى فكره ان شاء الله يعني باذن الله في التطوير اللي جاي السنه اللي جايه هينزل في المناهج لان بيرتبطوا او بيربطوا إيه الاساتذتنا في الوزاره بيعملوا عمليه دايما يشوفوا ايه الجديد في السوق وينزلوه في المناهج على طول دايما. فان شاء الله احتمال السنه الجايه تنزل وحده اليو تي اس. دي بتدخل المولد مع الشبكه العموميه في 2. Second. اتنين من عشرة من الثانية. يا يا مستر في اسرع من كده. يعني انت هنا بتعمل التوافق باستخدام جهاز التوافق بياخد حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة. في اللمبات طبعا بيقعد فترة. يعني الاول كان لمبات الزمن كان كتير ادخل مولد مع الشبكة. ودي ابهاتنا كلهم كان دايما الكهرباء بتقطع في اوقات معينة عشان بيعمل عملية سواء صيانة او توافق بيدخل مولدات. ابتدت المحطات الكهرباء في بلدنا الحبيب ربنا يحميها، ابتدت تزيد المحطات والتطور العلمي ان هم يدخلوا المحطه ويشغلوا المحطه مع الشبكه، يرفعوا الكفاءه في وقت قصير. بدأت لمبات وبعدين محول وبعدين جهاز التوافق وصلوا حاليا في التطور العلمي في بلدنا ان هم يدخلوا المحطه مع الشبكه او المولدات في حوالي 2 من عشره من الثانيه ودي دكاترتنا وعملاءنا الافاضل في كليات الهندسه وطلابنا اشتركوا في هذا الموضوع. طيب لو خدنا دايره تانية لو انا عايز انظم الجهد. يعني ايه تنظم الجهد يا مستر؟ يا سيدي حضرتك الصبح بتبقى محتاج قد ايه عشان تنور بيتكم؟ محتاج انك تنور التلفزيونات والغسالات والثلاجات وموتور الميه الصبح الساعه 6 لا محتاج انور بس اللمبه عشان اشوف الدنيا يعني محتاج طاقه كهربيه قد ايه لا طاقه صغيره طب لو جيت الساعه 6 اخر النهار محتاج الطاقه كامله اه فعلا طب ما هو الكلام اللي ينطبق على منزل حضرتك ينطبق على المصانع ينطبق على مبنى مزبير ينطبق على الشركات الساعه 6 صباحا الطاقه بتوصل 40% طب والساعه 6 مساء ساعه الذروه اللي احنا بنسميها في الشغل بالنسبه لنا او الساعه 7 بالليل لا ده انا محتاج الطاقة 100% وساعات 200%. قال طب حضرتك هتدخل محطات كهرباء. قال طب لو انت المحطة عندك مولد واحد هتشغله بالطاقة الكاملة 24 ساعة؟ لا طبعا، هتعمل عملية تنظيم. طيب ده يسوقني إلى سؤال أنت هتعمل التنظيم ليه؟ أقول لي حافظ على أجهزة المستهلك، وحافظ على ثبات الجودة عند المستهلك. تمام وإيه تاني؟ قال حافظ على المولد الشبكه لو اشتغل 24 ساعه بالطاقه الكامله مش هيعيش معايا صح طب ما يا مستر ما انت لسه قايل دلوقتي هندخل مولدات نفترض ان الشبكه عندك مولد واحد انا بقول افرض حضراتكم معرضين مدننا كلها في مصر دلوقتي بتبني في المناطق الجديده في اماكن معينه مولد واحد هتتصرف ازاي احنا عايزينك تبقى فني راجل تحمل المسؤوليه تعمل ايه؟ اقول له اعمل له عمليه تنظيم. طيب يسوقنا الى سؤال البنات صحيح معايا قوي. هيسوقنا اه يبقى هنتحكم في طيار التغذيه برافو عليك. شبابنا ايوه كده فوق اه نتحكم في المغ... الطيار المغذي للمولد. الطيار المغذي للمولد صح؟ طب عندي طرق؟ اه في طرق. اللي هو منظم الضغط براون بوفيري. براون بيفير باختراع او باسم اللي الراجل اللي عمل اتحكم في مقاومة ملفات الاقطاب للمولد المغذي شوقتنا يا مستر طب بلاش بصوا زملائنا الافاضل في قناه التعليم الفني طلعوا لكم الرسمه على الشاشه انا من غير ما ابص لها لان هم متابعينا قوي بصراحه بسم الله ما شاء الله بصوا لرسمه الشاشه كده وهتشوفوها هتلاقي هنا منظم برا بصوا على طول دايما هم معانا ادي المولد بتاعي اهو جنريتور 3 او ودي ملفات اقطاب المولد الرئيسي هنا في ايه قال لي اه ده المولد المغذي ما لازم اغذي ملفات الاقطاب بالتيار مستمر فعلا اهي وادي ملفات اقطاب ملفات الاقطاب وهنا اه الجزئيه دي هي منظمة ضغط براون بوفيري عباره عن ايه قال لي واخد نسبة من خارج المولد عن طريق محول الجهد وعنده ملفين ثابتين ملفين ثابتين ثم ملف متحرك متصل بريشة متصل بريشة ومجموعة مقاومات مادية اللي هي ستات متغيرة متصلة مع مين؟ مع مقاومة تنظيم الجهد بملفات اقطاب المغذي ملفات اقطاب المغذي طب عرفنا التركيب اشرح حاضر لو انا الضغط عندي هنا مناسب للحمل الضغط بمنزلك منزلك 220 فولت الملفين الثابتين نسبه التيار فيهم ونسبه المجال قادرين على التحكم في هذا الملف يبقى الريشه دي هنا ثابته يبقى طيار التغذية اللي عندي هنا من المولد دي ملفات الأقطاب الرئيسية مظبوط الدنيا كويسة الضغط مناسب والطيار مناسب طيب حضرتك جيت الصبح انت مستخدم 40 كيلو بس من المية مثلا هنا ملف الجهد النسبة بتاعته ابتدت ايه اه تقل اقول له الملفين الثابتين دول في واحد هيبقى مجاله اكبر من الثاني يعمل ايه هيبقى اقوى في المجال يجذب الملف المتحرك ناحيته لما يجذب الملف المتحرك ناحيته ايه اللي يحصل الريشة تتحرك يدخل هنا ايه جزء من المقاومة في الدايرة يبقى المقاومة هنا ايه زادت طب لما المقاومة تزيد طيار التغذية هنا يبتدي يعمل ايه يقل وبالتالي الجهد الخارج من المولد يبتدي يقل والضغط مناسب طيب بعد فترة الأحمال ابتديت تنور وتشغل مواتير وحاجات تانية كده الجهد هنا عايز زيادة أقول له هنا المحول الجهد هيحس بالنسبة يبقى أحد الملف الثابت التاني يعمل إيه؟ هيجذب الملف المتحرك لأعلى يبتدي يخرج جزء من المقاومة لما يخرج جزء من المقاومة برافو عليكو ايوه كده بناتنا مع بعض طيارة التغذيه هنا يزيد طب لما طيارة التغذيه يزيد الجهد يزيد مهم اوي اه تنظيم الجهد اه مهم اوي هنا مفيش عنصر بشري اتدخل فيه ودي الميزه ان هنا سرعه الاستجابه لاي تغير للحمل سرعه الاستجابه لاي تغير في الحمل زياده تلاقي طايرة التغذيه معاك ابتدى يزيد عشان يعوض الزياده اللي انت اشتغلت بيها. ابتدى الجهد يقل اه معنى ذلك عندك ان انت عايز تقلل الجهد تيار التغذيه، هيقل معاك الجهد يبتدي يظبط معاك. بحافظ على اجهزتك. بحافظ ان الجهد عندك ثابت. المولد عندك شغال معاك سواء بالزياده او بالنقصان. دي في المصانع والمناطق الجديده ابنائنا وبناتنا لازم نكون صحيين جدا. احنا عايزين ابنائنا لما هم خارجين من الدبلوم او المعاهد او كل تقال في الماده العلميه تقال في التعامل مع الشركات انتوا الامل بالنسبه لنا في بناء بلدنا بعد كده فلازم تكون فاهم الكلام ده كويس قوي انك بتتعامل مع الاجهزه من منطلق الفهم ازاي تزود ازاي تقلل طريقه التغذيه ازاي تعمل الهارمونيكس بتاعتك اللي هي التوافقيه ادخل مولد لما الاحمال عندي تزيد الكلام ده هما ده الشرح ودي المناهج اللي مرتبطة بسوق العمل ازاي بعد كده نعمل المحركات ونشوف المحركات لو انا في مصانع وهشتغل المطور ده بيشتغل ازاي المحرك ده نوعه ايه طيب الصيانة بتاعته هتبقى عاملة ازاي ده الباب الثاني ابنائنا وبناتنا اللي هو محركات الطيار المتردد الباب الثاني محركات الطيار المتردد هنا بقى أبنائنا وبناتنا كده هيصحوا معانا لأن هنشرح فيه التطور اللي حصل بالكوندكتورات اللي هي دوائر التحكم دوائر التحكم اللي هي عندي مفتاح الاون اوف اللي احنا بنقول عليه بندوس على الزرار المحرك بيشتغل بندوس على الزرار من هنا المحرك يفصل بندوس على الزرار مقاومه بدء الحركة هنشرح الكلام ده معقولة حتى الحاجات الحديثة آه الوزارة منزلة الحاجات الحديثة أول بأول ليه عايزين ابننا اللي هو الكنز بتاعنا يخرج فاهم السوق مباشرة مش لسه هيتعلم تاني تعالوا نشوف أول دايرة مع بعض كده طب قبل الدوائر ممكن تعرفنا على بعض الرموز اه ده هنا ضاغط بريشه واحده كوندكتور بثلاثي الأقطاب، بص كده خد بالك هنا في ريشة مساعدة. طب وهنا ده ضاغط أون، طب وهنا ده ضاغط أوف اللي هو بيفصل الدايرة. هنا بضاغط بريشة مزدوجة. يفصل خط ويعمل خط. هنا ضاغط كوندكتور بثلاثي الأوج. دي بعض الرموز اللي حضرتك بس إيه تبتدي تتعرف عليها. تشوفها قدام منك. يعني الكلام ده هنلاقيه في الحالة العمليه يا مستر اه حضراتكم لو عندكم اولياء امور شغالين في المصانع يقول لك اه ده الزرار ده بيتعمل بكذا وتركيبه الريشه دي بتتعمل بكذا والريشه دي لو حصل فيها كذا طب حد نشوفها على الطبيعه اول دايره وتاني دايره مع بعض هوريها لكم بطريقه بسيطه قوي ازاي شغل محرك وافصله عن طريق كوندكتورات ديت اللي هي دوائر التحكم دوائر التحكم يعني دوائر الكنترول كمان في الرسم طيب بص بقى شبابنا كده صحوا عن البنات شويه. اه ده احنا وبناخد ماده التحكم المبرمج، تحكم منطقة مبرمج. بروجكت كنترول. دي الماده دي فعلا جديده يا مستر بقى كام سنه؟ اه. هي دي البوابات والعواكس وازاي اتحكم في زمن زاويه الاشعال. وتحويل الطير المستمر للطير المتردد. ماده التحكم الالكتروني البوابات، ازاي اعمل جدول التحقيق. ازاي في البوابه اور والبوابه اند؟ دي ماده فعلا جميله جدا ومرتبطه بالحاله العمليه. استخدموها هم عملوا البوابات دي ليه واخترعوها ليه؟ عشان استخدموها في التشغيل للتيسير. احنا بنقلل حجم الاله وحجم المفاتيح ونبتدي نشتغل عن طريق المفاتيح الالكترونيه. طب ادينا مثل يقرب وجهه النظر. لو حضراتكم بتتفرجوا على افلام زمان قوي كان التليفون عباره عن حجم كبير قوي وتقعد تعمل بالملاوينه كده وتقعد وبعد كده بقى تليفون رقمي بالرقم وبعدين بقى تليفون بالزراير وبعدين بقى المحمول عباره عن ضغطه اللي جوه ده عباره عن ايه؟ ما كلها برده بوردة الكمبيوتر فيها توصيلات وفيها كوندكتورات صغيره الحجم بتبتدي تفهم وما تبرمج ولذلك انت حضراتكم بتاخدوا ماده التحكم المنطقي المبرمج في سنه ثالثه، ازاي تصمم دايره عشان تشغل محرك وتشغل مولد وتشغل لاب وتشغل جهاز كلها عباره عن ضغطه زرار. طيب هم المستخدمين بيقولوا ضغطه زرار وحضرتك اللي بتعملها بتعملها ازاي؟ التوصيلات الداخليه بتعملها ازاي؟ ده دوركم انتوا ابنائنا وبناتنا. هناخد دلوقتي توصيله مهمه جدا يبقى انا عندي الباب الثاني في المحركات هنبدا بايه بدايره التحكم ودايره الباور وبعدين نركب الدايرتين على دايره القوة تاني يبقى لما سؤالنا في الامتحان ممكن يجيب لي دايره تحكم ودايره باور يقول لي جمع الدايرتين صح صح طب ايه رايكم نشوف رسمه بسيطه على الكلام ده دايره التحكم لوحدها ودايره باور قوه لوحدها وبعدين الدايرتين بيشغلوا محرك استنتاجي ثلاثي الاوجه احنا خدنا الكلام ده يا مستر تشغيل على طول بس ما عن طريق كوندكتورات ازاي تعالوا نشوف شاشتنا الجميله كده مطلع لنا ايه الدايره اللي قدام مني دايره تشغيل محرك استنتاجي وجه واحد من مكان واحد ويفصل من مكان واحد ادي دايره الكنترول دايره الكنترول عندي عباره عن ايه مصيرات والاوفرلود ثم دايره الاوف ثم مفتاح الاون مع اللمبه بالنسبه لي والكويل طب والدايره الثانيه الدايره الثانيه عباره عن ايه دايره الباور دايره الباور عندي الثلاثه باور سبلاي ثم المصيرات ثم مفتاح الكوندكتور بتاعي ثم بالنسبة لي الاوفرلود اللي هو الحماية الحرارية ثم دايرة المحرك السري فاز الدايرة بالنسبة لي هنا دي دايرة كنترول ودي دايرة باور عايز يركب الدايرتين دول على بعض ويطلع لي الدايرة بالشكل العام ده ده اللي حضرتك بتعمله في الحياة العملية بتجيب دايرة الكنترول وعلى فكرة بتبقى اسعار التشغيل للمهندسين او الفنيين في دوائر الكنترول بتبقى غاليه جدا لان بيدرسوا تعمق جامد جدا في هذه الدوائر. بيقول هنا بالنسبه لي ادي دايره الباور وادي دايره الكنترول بتاعتي ركبتها على هنا. طب يا مستر يعني سهلها لنا شويه يعني حضرتك بتسهل لنا دايره التوافق والدوائر الثانيه ديت عايزين نسهل الدايره دي. طيب يعني نعمل مسابقه ولا ايه نشوف الكلام ده على فكره الدايره اللي انتو شفتوها دي دايره مفتاح اون اوف اون اوف اه اون اوف وحضراتكم رسمتوها في دوائر المولدات ياما ياما طيب ممكن تسهلها لنا شويه حاضر نسهل. نسهلها شويه مع بعض ازاي هنشوفها ازاي 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 هنشوفها بالطريقه دي لو انت خدت دايره الباور بتاعتي او دايره الكنترول طب انا لو رسمتها الثلاث باور سبلاي اهم واحد اتنين تلات ادي واحد وادي اتنين وادي التلات ادي المصيرات وادي مفتاح السكينة وادي الحماية الحرارية الاوفرلود بالنسبة لي وبعدين رايحه لمين؟ للمحرك تحت اللي هو الموتور عندي. تعالوا بقى نرسم الدايره بتاعتي. يا مستر دي احنا كده بندخل مفتاح لون اوف اقول حضرتك اصبر عليا. انا خدت الطرفين بتوعهم. تمام؟ وادي ملف القاطع. تعالوا بقى نعمل الكوندكتورات بتاعتي. الريشه بتاعتي هنا هي. مع ملف القاطع. وادي الاون الأن بالنسبة لي أهو وآدي تحت منه على طول مفتاح الأوف أو الكوندكتور أون وآدي الريشة بتاعة الحماية الحرارية بالنسبة لي أهي إيه ده يا مستر؟ ده إحنا عارفين التوصيلة دي أقول لك صح آدي المصيرات بتاعتي اللي هي في الدايرة مع مفتاح الأون مع مفتاح مع كوندكتور الاوف مع الحمايه الاوفرلود مع الكويل ثم راجع الى الطرف الثاني والريشه اللي احنا كنا بنسميها في الورش كمان وزملائنا الافاضل في المعامل الدراسيه يقولوا عليها الريشه رقم 13 و14 فاضل توصيل يا مستر ده في لمبه اقول لك خد اللمبه من دايره الاوف بتاعتي هنا بالنسبه لي ادي اللمبه واطلع بيها هنا دي الدايره اللي على شاشتنا الدايره اللي على شاشتنا، طب ما تيجي توصلها معايا هنا. ايه دايره التحكم دي؟ اقول لك امشي مع الطرف افرد السلكه او افرد الدايره كانها دايره سير طيار ركز معايا كده بدايتك وشوف معايا نعملها ايه. المصيرات اه. وادي التوازي بتاعتي اللي هم الريشتين بتوعي. تمام؟ وادي الطرف بتاعي ماشي معايا هنا في دايره مين او مفتاح مين طرف الاوف خلاص داخل على طرف الحمايه الحراريه الاوفرلود ثم الى الكويل الى الكويل واصل الى الطرف التاني في كارب فاضل اللمبه اهي بصوا للدايره دي كده أنا فردت بس كده أنت واخد القن ده, ده ده إحنا خدنا القن ده يا مستر في دوار المولدات ما هي دي دايرة التحكم بس عن طريق كوندكتورات مش عن طريق مفاتيح مش عن طريق مفاتيح عن طريق كوندكتورات لو أنا قلت لك ده بشغل المحرك من طرف وأفصله من طرف في مشكلة كده؟ طيب نعمل مسابقة صغيرة لو أنا عايز أشغل المحرك من مكانين وافصله من مكانين ايه دي لا اقول لك بسيطه بتهلش <applause> انا عايز هنا وانا داخل من باب الاستوديو اشغل المحرك استنى دي زي الديفياتوري اقول لك صح بس اصبر عليا اصبر عليا حضرتك في مصنع كبير وانت داخل عايز تشغل المحرك عشان تسمع صوته وتشوف الصيانه بتاعته دخلت جوه المصنع وشفت المحرك تمام وانت خارج من الباب التاني عايز تفصله. عايز ايه؟ تفصله يبقى انت بتشغل المحرك من مكان وتفصله من مكان. طب لو العكس عايز تشغله من مكان وتفصله من مكان يبقى انت كده بتشغل بتشغله من مكانين وتفصله من مكانين. ازاي يا مستر ده؟ اقول لك ده انت يعني راجل مهندس. انا المفروض اقعد دقيقه كده واتفرج عليكم هتعملوها. ها؟ أه؟ ايوه فكرت صح. بص ولادنا قال لا نوصل طرف أمي بالتوازي، برافو عليك، والبنات طرف اف بالتوالي، صح. صح. يعني ممكن ارسمها كده على الكتاب او على الداتا هنا اقول لك اه. لو الداتا هنا انا ما شلتهاش. ما شلتهاش. بصوا كده معايا. نشوفها مع بعض. انا عايز مكانين، يبقى انا هوصل هنا ايه؟ انا اعملها باللون الاحمر اهو. واجي هنا على الاوف اجي اعمل له واحده تانية اوف هنا. طب هنا في الدائره التنفيذيه اقول لك بقى مع الاعتذار للاماكن اهو. واجي هنا افتح واحده للاوف هنا تاني كل اللي انا عملته ايه؟ زودت واحده اون وزودت واحده ايه؟ اوف. فصلت الاوف من هنا او من بره يفصل المحرك. شغلت الاون من هنا او من بره المحرك يشتغل. طب انت حضرتك لسه جايب على الشاشه من مكان واحد طب نشوف زملائنا في الكنترول هيطلع لنا الثانيه ولا لا اه دي الثانيه الرسمه الثانيه طلعت ايه معانا تشغيل محرك استنتاج ثلاثي الاوجه من مكانين مختلفين انا رسمها لك بايدي مع الاعتذار طبعا للرسم السريع طب بصوا كده على الشاشه يا ابنائنا وبناتنا بصوا على الشاشه طلعت ازاي ايه ده تشغيل محرك استنتاج ثلاثي الاوجه من مكانين مختلفين. ايه ده يا مستر؟ ده فعلا دايره الكنترول اهي. ادي مفتاحين او كوندكتورين اوف. اهو وايه ديت؟ اه ده فعلا ده اتنين كوندكتور توازي. يبقى مفتاحين توازي ومفتاحين توالي. اشغل المحرك من مكانين وافصله من مكانين. يعني ما انا قلناها بالتمثيل. بمعنى مصنع كبير انا عايز اشغل المحرك رقم واحد بدوس على الزرار وانا واقف من هناك دخلت المصنع وشغلت المحركات طب انا خارج من المصنع التاني او احمل حاجات بدوس على مفتاح القف من بره يبقى بشغله من مكان وافصله من مكان طب لو انا جاي من الناحيه التانية هشغله من مكان وافصله من المكان التاني وانا خارج يبقى انا عندي تشغيل المحركين او المحرك الاستنتاجي من مكانين وافصله من مكانين ايه اللي زيادة انا انبسطت قوي لان يعني قارنوا بعض بناتنا وبنائنا واحد قال لي هنا ازود واحدة بالتوازي والبنات قالوا لا طب ما احنا نوصل نوصل واحدة بالتوالي يبقى كده مكانين مختلفين تعالوا نشوف مع بعض رسمة جميلة تانية اللي هي طرق بدء حركة المحركات الاستنتاجية الثلاثية الاولى ودي ابنائنا وبناتنا واحنا اشتغلنا في حلقات الالات فعلا في المحركات الاستنتاجيه الثلاثيه الاول هسال سؤال وحضراتكم المفروض تجاوبوا عليه. اي مطور في الدنيا بيجي يشتغل الكهرباء بتعمل ايه؟ ايوه بتقل وترجع تاني. في العامة يعني الناس العاميين بالناس بالنا مش متخصصين يقولك لك اصل عايز اطير بايدي عالي او عايزة عزم بدء جديد كراجل مهندس كهرباء ايه اللي بيحصل هنا بقى نجاوب واحنا جاوبناه في الالات على فكرة يعني المفروض ان انتوا تكونوا صحيين شوية بقول هنا لحظة توصيل الطيار لملفات العضو الثابت لحظة توصيل ملفات للعضو الثابت يعني بتحط كهرباء للملفات بيتولد مجال مغناطيسي برافو عليه كل اتنين مع بعض والبنات وابنه مجال الدوار يا مصر صح مجال ثابت القيمة ولكنه متردد في الاتجاه في اللحظه دي هذه الملفات العضو الثابت بتكون القوى الدفع الكهربيه العكسيه في ملفات المنتج بتساوي صفر وبالتالي بيقع جهد المنبع كله على هذه الملفات والمقاومه صغيره فبينشا طيار اسمه طيار بدء الحركه يعادل من ستة ل 10 مرات من طيار الحمل العادي ولذلك يجب الحد من هذا الطيار لان الملفات ممكن تتلف وبالدليل محرك او موتور الميه اللي عندنا في البيوت بتاعتنا كلها واجي واحد يقول لك في ملفات تقويم وملفات تشغيل ملفات التقويم عشان تقلل قيمه تيار بدء الحركه طب والمحركات الاستنتاجيه الثلاثيه الاوجه في عندي طرق بدء الحركه طرق لبدء الحركه للحد من تيار بدء الحركة للمحركات الاستنتاجية الثلاثية الاول. أبنائنا وبناتنا إن شاء الله إن كان في العمر بقية هنشرح مع بعض طرق بدء الحركة للمحركات الاستنتاجية الثلاثية الحركة في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته وبالتوفيق لكم جميعاً وإلى اللقاء في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.